سلام معكم انتم، رجعت لكم فيديو جديد بردة فعل جديدة اصدقاء. اليوم رح نعمل ردة فعل على التراك الثاني لإليام. بعد ما عملنا عن تراك لما لا، طلبتوا مني كتير انه فوكس على إليام لانه بيستحق انه تشاهدوا ونعمل عنه رياكشن، وهذا رايي ورايكم كلياتكم. فتخيركم كلياتكم، اليوم رح نشوف تراك بعنوان سرحان. اذا ما انتم مشتركين بالقناة اصدقاء، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، وكثير مهم انكم تحطوا لايك على هالفيديو. خلينا نشوف إليام شو رح يقدم لنا بهالتراك. أصدقائي الفيديو شغال هيكون بسم الله، صوت واطي. من عندي هون. تمام. العين. اها تمام. حتى الاسمه كمان عامل عين. تمام، رح نشوف الفضاء شو رح يقدم لنا. بصراحة تراك لما لا ابهرني. اوديو فيديو نايم على الارض متغطي بالموكيت، مع كل ذكرى بحرق بكيت، مع كل فكرة بحرق البيت. بمكان قديم مبتذل بالفرنسية كليشيه، بطل يحرك في شي زي روبي عبسكليت. خطط بحياته لصار شكلها مثل دفترك، حب الفضاء لانه بكره يتبرمج زي الدرك. صانع افلام دركها وراح عرابها لهبل، يمكن لانه الوحيد اللي قادر يعيد المشهد. خلي البسمة بالخزانة وقت محتاجها حلبسها، غني للدنيا مع انها شرم. قادر يعيد المشهد، خلي البسمة بالخزانة وقت محتاجها حلبسها، غني للدنيا مع انها شرموطة ما بترقص لك. بنضل نكابر ونعافر مع كل فرصة بترفسنا، ولو حبيبي عسل حبلع العلبة بعد ما لحسها. اطلع من جسمك، اطلع من الدايرة اللي في بالك، بلاش تصير زي هالاغنية تضل تكرر حالك. الاحتلال بعقلك قبل البلد، حرر حالك، طير بخيالك، ما توتر حالك واعلن ترحالك. احيانا بحس اني بدي امحي كل شي وابدا من جديد، اغسل عقلي باسيد. عن جد بدي اسألك لو في جواب مقنع احكيه، بتحس حالك لحالك ولا بتقدر رتعد كم واحد فيك؟ هالولد زهق البروزاك السيروكسات، تسأل شو هدول أدوية اكتئاب حاد. بجمعش من كتر الضغط على الأعصاب كل ما يفكر ينتحر. زهق البروزاك السيروكسات، تسأل شو هدول أدوية اكتئاب حاد. بجمعش من كتر الضغط على الأعصاب كل ما يفكر ينتحر. بنط منه ألف شباك. بنت بزاوية الغرفة شعرها مجعد، بتذكر موبايلات من بصمة العين. بنعرف بعض أصلا، كان النقاش يومها عبارة عن نظرات فقط، بس أنا مقتنع إنه قدرنا ندخل جوا روس بعض. حكت لها شفت نص بلاد العالم غير فلسطين، يمكن إحنا مش برمضان وهي أمر دين. والأبراج بدهاش مصاري، جد بتحكي ولك؟ سألتها الوليد بن طلال ولا ماجي فرح؟ نعسانة يا برو بلا هبل، بجيب لك مزيل أرق. وإذا الاكتئاب زاد بالخزانة عندي مبيد فشل، مش الدكتور حكالك كفاية كتير تفكير؟ خلص ووصف لك كم دوا ونصحك تشوفي قليل بشر. وبتذكر قالك سيبك من السياسة كمان، في اللي عذب السفاح وفي اللي عذب بالسفاح. وهاي مش اختلاف لهجات، وبالعادة ملناش صوت لانه للأسف حبسوا صوتنا بصناديق انتخابات. آسف مش حقدر اطول، مرة تانية بنلتقي. يمكن لساني فاضي بس جوا عقلي في حكي، وفلسطين اولمبياد الوث بالعالي، لانه بعد كل حادث في شهيد بيرتقي. سرحان حلو. فخامة شباب، خلينا نعطي رأينا بالتراك. هلا ليكو، أنا على الجديد عم بسمعه لليام، بعد تراك لما لا نزلت عندي على الموبايل عم بسمعه كل يوم. تمام، لأن التراك أثر فيني، لأن بحس إنه هالتراك معمول لإلي. تمام، تراك سرحان كمان، بدك تقرأ بين السطور لحتى تفهم شو عم بيقول إليام بهالتراك. تمام، شاب غريب، أنا بحكي اللي بقلبي. تمام، شاب غريب مثل ما حط البوستر فضائي. تمام، يعني هذا الشاب أنا بحسه مو من سين الأردني ولا من سين العربي، بتحس إنه هذا له كوكب لحق. أنا من تاني تراك هذا الشيء اللي اكتشفته. تمام، بحس إنه إليام هذا كوكبه لحق، بعيد عن سين بلاد الشام كلها. تمام، مع احترامي للكل، بس عم بحس إنه إليام له كوكبه خاص. تمام، مثل ليونيل ميسي. تمام، تراك كان سفاح، وبتمنى له كل التوفيق إن شاء الله لقدام. كمان بنسمع له بعد تراك لما لا، جاني كوميات تراكات لإليام، اكتبوني بدنا اياك تعمل ردة فعلك عليها. رح نستمر بالسلسلة تراكات إليام كمان، فتخيلكم كلياتكم اكتبوا لي بالكومنتات تحت أي تراك حابين تشوفوا ردة فعل اكتبوني عليها، اكتبوا لي بالكومنتات تحت.
واعطونا رايكم بالفيديو. واذا وصلتوا معي لهون اصدقائي ارجو لك على هالفيديو واشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس لانكم مشتركين في داخلكم كلياتكم. كان معكم اخوكم التونه من قناه التونه. في امان الله. عندك القلب لا تطحاش عندي القلب لا رشريش عكا فيها الحية ما تحافو راسك بالرشلي عم خرطيش سيوف سيوف انكبر على الوضع من وقف خوف خوف ما نعرف اصحابي عبو الشكل سقف.